المملكة المغربية هي دولة عربية تقع في أقصى غرب شمال أفريقيا، وعاصمتها الرباط، وأكبر مدنها الدار البيضاء التي تعتبر العاصمة الاقتصادية. وتطل المغرب على البحر الأبيض المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا. والمغرب دولة ذات نظام ملكي برلماني دستوري. يبلغ عدد سكان المغرب 33 مليون نسمة، وتعتبر اللغتان العربية والأمازيغية هي اللغتان الرسميتان في مملكة المغرب. وتعد المملكة المغربية رابع البلدان العربية اكتظاظا بالسكان. أهلا بكم مشاهدينا، أنا أقف الآن في ساحة مسجد الملك الراحل حسن الثاني في مدينة الدار البيضاء. يعد هذا المسجد من أكبر المساجد على مستوى العالم. تم تدشين وبناء هذا المسجد عام 1987، وتم الانتهاء من بنائه عام 1993. راح نعطيكم معلومات أكثر عن هذا المسجد إن شاء الله، وسندخل الآن إلى المسجد تحديدا. خليكم معنا. مسجد حسن الثاني الذي يقع في مدينة الدار البيضاء، والذي يعد مركزا ثقافيا وتعليميا، ويسمح للسائحين بزيارته في أي وقت. بلغت تكاليف المسجد قرابة 500 مليون دولار، وبلغت مساحة الأرض المخصصة للمسجد 21 فدانا، ويقع ثلث مساحته على المحيط الأطلسي. يبلغ ارتفاع ميدنة المسجد 200 متر، وتعد من أكبر المعادن في العالم. وقد استخدم الفسيفساء وخشب الأرز لتزيين جدرانه، واستخدم في بناء المسجد وتجميله 65 ألف طن من الرخام والجرانيت. مشاهدينا، الآن احنا في داخل مسجد حسن الثاني. هذا المسجد طبعا يحتوي على مكتبة ومتحف، وأيضا قاعات لدراسة القرآن الكريم. المسجد يتسع لعشرة آلاف مصلي بالداخل كما تشاهدون الآن، أما باحة المسجد الخارجية فهي تتسع لأكثر من 80
ألف مصلي. وقد أقيم المسجد مستنداً على 2500 عموداً. صمم سقف المسجد بحيث يمكن فتحه وإغلاقه آلياً. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فبدءا ببادئ أريد أن أشكر الإذاعة السعودية على تكريمها لنا ومجيئها عندنا، والحمد لله توفقنا بأمر من الله عز وجل أن نقوم بحج بيت الله الحرام في هذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله حجا مبرور إن شاء الله وسعيا مشكور، وأن يتقبل منا هذا العمل وأن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فالأمر كان أمرا طبيعيا بأن الإنسان دائما يتمنى أن يحج ذلك المكان، اللي هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن تمنعوا. فهذا توفيق من الله عز وجل، لأن كم من الناس لهم المال ولهم العلم ولم يوفقوا لذلك. وأيضا أريد أن أصف الفرحة، هي فرحة عظيمة. هو الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الأمر واستعداد الحج: تزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون أولي الألباب. فنحن مستعدين لهذه المناسك ومستعدين لهذا الحج بكل قلوبنا وأبداننا وبكل جوارحنا وأحاسيسنا، أن نقوم إن شاء الله بحج بيت الله الحرام إن شاء الله. خدمات الناس المسؤولين في المملكة العربية السعودية إن شاء الله هي خدمات نسمع عنها أنها خدمات موفرة وجهد كبير يقومون به لما يتوافد عليهم من الناس من حجاج من كل الأجناس ومن كل الأعراف. وكما سبق في علمنا من بعض الناس الذين قاموا بحج بيت الله الحرام أنهم قالوا بأن خدمات مريحة وخدمات موفرة، لأن يقوم الناس بأداء الحج بكل أريحية وبكل سهولة. والحمد لله المملكة العربية السعودية والمغرب فهما بلدان أشقاء، وهي علاقة أصدقاء وأحباب ترمط بين الشعوب وبين البلدين. فالحمد لله نحن نحس كأننا رايحين إلى بلدنا الثاني. يا أخي هذا شعور لا يوصف، حتى لا القلم ولا اللسان يمكن أن يوصف ذلك الشعور، لأنه شعور غريب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو شعور رائع وشعور ممتع، لأن الإنسان يحس بأن كان شيء ينقصه فاكتمل في قلبه، وهو حب زيارة، حب الحج بيت الله الحرام وحب زيارة المسجد النبوي، هو شيء غريب جدا. والإنسان كان دائما يأمل ويتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق لذلك. فمجرد سماع الخبر ومجرد سماع المعلومة بأننا وفقنا لحج بيت الله الحرام كان
كان إحساس وكانت فرحة لا توصف. يعني القصة كانت تصل بي أخ وقال لي بأن يعني توفقت، أنا كنت من المتأخرين الذين توفقوا لي لتوفقوا لي يعني لأخذ ورقة الحج. فربما كان الأمر في الأول لم أصدق الأمر، ولكن يعني تعاودت الكرة واتصلت به مرة أخرى فأكد لي الخبر، فأخبرت به العائلة والأولاد والأحباب. يعني كانت فرحة عظيمة وكان سرور عما على بيتنا في ذلك النار، كأنها أضواء كانت منطفئة يعني فاشتعلت وتوقدت من الفرحة. إن شاء الله سنذهب، يعني سنذهب إن شاء الله في يوم 19 من شهر غشت، سنحل إن شاء الله بمطار المدينة المنورة ونذهب إلى المدينة المنورة، سنمكث بها إن شاء الله 4 أيام، نقوم بها بـ4 أيام إن شاء الله في الصلاة في المسجد النبوي وزيارة كل من يعني جبل أحد وزيارة البقيع، وأيضا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفق بأن نقوم بالصلاة في الروضة الشريفة لما فيها من الأجر العظيم، ثم بعد ذلك نتوجه يعني في اليوم 5 إلى مكة المكرمة ونقوم يعني نلبس الإحرام في يعني في أبار علي، توجه إلى مكة لأداء العمرة، ويكون حج كما قيل لنا يكون حج تمتع، وهو الذهاب يعني يدخل الإنسان إلى مكة معتمرا ثم بعد ذلك يتحلل ويلبس لباسه ويتطيب ثم ينتظر إلى اليوم 8 بداية أيام التروية، ثم بعد ذلك يعني يحرم من مكانه، هذا هو التمتع، ويقوم يعني بما تبقى من أيام الحج في مكة المكرمة، وبعد ذلك إن شاء الله الرجوع إلى البلد إن شاء الله سالمين إن شاء الله آمنين غانمين إن شاء الله بإذن الله. يعني مهما وجهت لهم يعني من شكر ومن تقدير، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يقومون به من مجهودات، لأن ذلك الجهد جهد عظيم جدا وجهد كبير كما قلت في السابق لما يتوافد عليه من الناس من اختلاف في الأعراف وفي الأجناس وفي التقاليد، والحمد لله كل الناس يعني يقومون بأداء مناسك الحج يعني على صفة ممتازة وعلى صفة رائعة، ويقومون بالناس يقومون أيضا بأداء المناسك في على أحسن ما يرام، فأنا واجبهم علي أن أدعو لهم إن شاء الله في أيام الحج إن شاء الله، وأتمنى من الله سبحانه تقبل الدعوة أن أدعو لهم إن شاء الله بحسن الخاتمة إن شاء الله، وأدعو لهم إن شاء الله بتقبل العمل، وأن يعود أيضا على ذلك الدعاء أدعو إن شاء الله إلى المملكة أن يعني تأمن إن شاء الله بالأمن والسلام، وأن تبقى دائما قائمة حتى يستطيع كل ما يأتي من بعدي لحج بيت الله الحرام. أقامت إحدى الشركات المعتمدة لدى سفارة المملكة العربية السعودية لتفويج الحجاج ملتقى الحجاج المغربيين الذاهبين إلى الأراضي المقدسة لأول مرة. وذلك لتزويدهم ببعض المعلومات عن الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية وأهمية الالتزام بها.
كما قام أحد الفقهاء بإلقاء محاضرة عن مناسك الحج وأبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحاج دون قصد.